يقول قصيدتي قدام لابدا فيها احسب حساب اللي يبي يوحيها حتى انها من يوم تعصى سمعت تجوز وهو يقول من راعيها واقول انا ويقول صح لسانك واقول اجت رايلك مهديها صح عساك تدعي لي دعاة زانه واسمعك بكره عقبي يتغنيها انا قصيدي بين نصح وحكمه والحكمه الحكمه شوي يغليها لها وقع والوقع دايم مثل في حاضر الدنيا وفي ماضيها انقى الكلام اللي انا بغيت اقوله واقدمه والنفس ما زكيها عندي خيال وفالزمن لي خبره وادرى الخطا والزل هداريها حكمه وباليوم لك حكمه وباليوم لك عبر عنها ما دام انا وياك في طريه ضاله المؤمن وغاليته لازم يدورها ويستوفيها ولا لقاها يعتبرها فرصة ياخذ الأقصى حد من ما فيها ولا تقاصف الأخير يفكر فالحاجة اللي هو يبى يسويها إن قال ما جاء فيه كلامه خلف في البيع ولا لا أبغى يشريها ولا سكت يسكت العلم ثاني ما هو بخوف أو قولة تعديها عند علومي كنها في صدر تبغى لها فترة هو يخفيها هو عارف أن الصمت كل حكمة ويعرف متى كلمته يبديها العقل ميزة والتأني ميزة والرمي على راعيها إن كان ما صدد قبل لا يرمي أخطأ ولا الرمي تموحي هذه نصيحة بس فيها حكمة لأهل السموع الطيبة مهديها ما بي عليها غير قولة شكرا ودعوة تنقال لو موحية سوال شكرا وصح حسانك بيض الله وجهك وتطيب عقب هالقصيدة الزينة تستاهل طيب طال عمرك صراحة أنا تقدمت على الأخوان يا سعدي بيض الله وجهك أشو أنك تقدمت بهالقصيدة الزينة والحلوة أي والله تقدمت وأنت كفو أنا أشهد أي والله تستاهل لكن الحين عاد على قولك نبي نجي لأبو يوسف الله يحييكم أبو يوسف